السلام عليكم، انا ماما حدادي احمد، عندي 16 عام وعندي اعاقه ذهنيه وجسديه. دابا ولا كيعوج ليا دارو، ما بقاش كيقدر يبرك، كان كيبرك بزاف، انتما كتلاحظوا كيتالم به بزاف. وكنتمنى وجيت للجمعيه مغربيه للانعقاد باش يعاونوا في هذا التسجيلي، هو سميتو ما في امكانيش باش نسكتو باش نديرو، وكنتمنى المحسنين يعاونوا. واش صار لكم رجعني؟